لله فعليه تسليمها فورا. وكل من يؤوي أو يخفي واحدا من المتمردين فعقوبة الموت فردا. إلى أهالي الضيعة من المتمردين فعقوبته الموت شنقا. إلى أهالي الضيعة تنبيه، كل من لديه قطعة سلاح أو خرطوش فعليه تسليمها فورا. وكل من يؤوي أو يخفي واحدا من المتمردين فعقوبته الموت شنقا. إلى أهالي الضيعة. سيدي كأنه ضيعة فاضية. صياح رح موت من العطش. اصبري شوي، صاروا قراب ما عاد فيني اتحمل. ما بدي موت وانا عطشانه. أستاذ. نعم محمود بيك. روح على النبع دبر لنا شوية مي. على راسي. شو؟ قربنا نوصل. يكمل معنا؟ ليش لا؟ شاب خدوم وما له سؤال. بس الاجتماع موزع. لك سيدي. لما منوصل لعمان ما منضيعه ومنفرك عن احنا. شو رأيك نقرب له الأمر لمخه شوي من هلأ مشان ما يتفاجأ؟ يعني قصدك نقول له إنه ما في اجتماع موسع ولا في إمدادات وإنه الثورة فرطت؟ أعوذ بالله. إيه والله بجن.
لنا اياك بالسلامه. ولك ما بتعرفي انه التحري والفرنساوي معبين البلد عم يدوروا على كل واحد مشارك بالثوره واللي عمل سلاح. شو بدك يا هون مسكوني؟ الله لا يقدر. طيب روحي لكان روحي لفيها واعملي لي شي فنجان قهوه. صار لي مدري قديش ما دقت فنجان قهوه مثل العالم. يا على عيني وراسي، تقبرني على عيني وراسي. يلا لك يا خولة، لك يا علي، تواعدوا معي بابا. يا الله قديش المنظر صلي ما شفته، ذكرني بأمك وبالبيت وبالغسيل وبالنظافة وبالأمان. الله يلعن السفر برلك وساعتها، الله يلعن شو خربت بيوت. ريشي قديش كانوا فرحانين وشايفين حالهم لما كان ابو حسن عم يحكي. بيطلع له طبعا ابو حسن رجال بيعبي العين وبيرفع الراس كمان. نحن يا حسرتي علينا، ولا واحد من اولاد حارتنا رجع، وقالنا اولاد الحاره ما قصروا، شاركوا بالثوره ودفعوا للبلد. هلا بدك الحقيقه، انا لهلا ماني مصدق انه رجال ابو محمد وابو سطيف وجمع العلاف مو راحوا على السفر البرلك ورجعوا وشاركوا بالثورة. ليش ما عاد سمعنا أصواتهم؟ يا أبو سعيد، هاي ثورة حرب، رصاص وموت، الله بيعلم شو صار فيهم، الله بيعلم بالعشرة 12 سنة شو صار بولادنا، شي راح بحرب الترعة، شي راح بشنق قلعة، شي راح بالثورة مع أولادين الحرام هدول الفرنساوية. الله يعين البلد على مصيبتها. يا سيدي في ناس فائت ورجعت لبلادها، إلا لحنا تركيا راحت إجا الإنجليز، راح الإنجليز إجا الفرنساوي، إيش وما في غيرنا العمى؟ يا سيدي ما فيني أقول غير الله يكون بعوننا. آمين يا رب. قوم حكيت مع أم يوسف، يروح اليوم معنا بعد العشاء على باب السيدي على مضافة أبو حسن، نسمع لك كان كلمة ونتروح عن فيه. مشي. شو رأيك نرجع نقول لحمدان بركي بيروم على هم؟ ما راح يوافق، مو مبارح قلنا له ما رضي. بنرجع بنقول له شو خسراني، بيسمع له كم كلمه وبتروح معنا. ماشي تفضل. يلا قول يا رب. يلا.